تحية لكل مشاهدينا وتحية لتيم قناة الشروق وكاملة الشروق تعمل حاضرة في مركز قادرين لعلاج الإدمان. تحية كمان للفنان الشاب محمد البوشي. وصحيح يعني أنه كل مجالات الفن المختلفة هي ممكن تسهم في دفعة وتحريك المجتمع علاجيا ضد الإدمان. سعيدة بالتواصل معكم في هذه الظلال، وفي هذه المرة سنسافر وسنحلق وسنكون عبر المطارات المختلفة. سعيدة جدا أن تكون معي في هذه المساحة السيدة رزاز إمام، وهي ضابط عمليات جوية. سعيدة بكم، مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة جدا بوجودي في قناة الشروق عبر برنامج ظلال الأصيل، وسعيدة برضو بوجودي معك أستاذة منى. اهلا بك. اول حاجه، وانا معك تذاكر ولا جاي شاي؟ نعم، جايبه تذاكر ولا جاي شاي؟ والله اذا عاوزين طوالي تفضلوا تشرفونا. والله ما كلموا، اقول جيب تذاكر صح؟ انتوا كده تعالوا لنا، احنا بعدك ما عندنا مشكله. لك التحيه. يمكن فقرتنا اسمها ذهاب وعوده، واحنا دائما يعني بنسمع ذهاب وعوده دي بتكون في تذاكر السفر، عشان كده انا دائما قلت لك يعني انه المهمه دي هي مهمه. لما كنا بنتكلم واحنا تحت الهواء انها هي مهمه كبيرة جدا، المفروض يكون فيها تثقيف عالي جدا بالنسبة للمسافرين. خلينا في البداية نتكلم ونتعرف على ضابط العمليات الجوية، مهمة شنو في المكان ده؟ طيب، ضابط العمليات الجوية ده الجندي المجهول، معه مجموعة من الجنود المجهولين. ثقافتنا احنا دائما بتكون يعني احنا من المتعارف عندنا انه ده مضيف ده كابتن. عندنا كميه كده من عمليه الطيران ذاتها عباره عن سلسله من العمليات المتتاليه. الجسم ما بتختصر بس في تذكره، احنا حنقوم نقطع التذكره ونمشي للوجهه اللي احنا عاوزينها. التذكره دي عشان تمشي على بال ما انت تصل الطياره في 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 مجموعه من الموظفين شغالين بمختلف مواقعهم بمختلف مسؤولياتهم على بال ما انت تصل الطياره. ضابط العمليات الجويه او المرحل الجوي اسمه العلمي فلايت ديسباتشر، هو تحديدا هو اللي بيعد الرحله دي من البدايه للنهايه. كيف من البدايه للنهايه؟ احنا دائما بنتعامل مع الطياره، يعني اذا اخذنا مثلا مثال سودانير، سودانير البيز بتاعها هنا مطار الخرطوم او دوله السودان. فضابط العمليات الجوية بيكون شغال الرحلة دي بحساباتها، يعني تحديدا انقطع التذكرة تشيك يعني قبل كده، بعد ما تقطع التذكرة هو اللي بيعد لك الرحلة دي عشان انت تجي تلقاها جاهزة. فبيعمل شنو بالضبط؟ بيجهز الطيارة، بيشيك انها هي، بيشيك مع المهندسين بتاعين الطيران انه الطيارة دي هي هل هي هي جاهزة ممتازة مثلاً. اي ما تكنيكال، ما في اي مشكله ممكن تضر سلامه الراكب. بيشيك مع 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 انه هل الطياره دي مناسبه لعدد الركاب الموجودين. بالاضافه بيقعد بيحسب ده برضه جزء من شغله، بحسب الوقود اللي بيكون مناسب لغايه ما يصل المسافر الوجهة اللي هو ماشي ليها. في حاجات ثانيه مهمه، كل حاجه شديد متعلقه بالترحيل الجوي. ايوه مهمه شديد، او عمليات الترحيل الجوي. ايوه وزن الطياره ذاته وانها هي تكون في وزن مناسب بيساعد على انها هي تقلع لغايه ما تصل الوجهه الماشيه. بعدك في شغل اداري ثاني. دي الخطوات المعروفه والمحسوبه والمهام اللي ممكن يعملها الضابط العمليات الجويه. ده الجوب بتاعه، دي مهنته. في تفاصيل صغيره ما ظاهره، يعني هو يكون بيقوم بيها ممكن تكون ما حقته على فكره. صح، لكن ممكن تصادف انه واقعه في يومه في وردته في كده، كلميني عنها. طيب، هو باعتبار ضابط العمليات ده هو الدينامو المحرك لباقي الاجسام الموجوده او لباقي الوظائف الثانيه. طيب عرفينا بالاجسام الاخرى. طيب، انت مثلا قطعت تذكره عند موظف الحجوزات، بتجي المطار بيكون عندك بيلاقيك الموظف بتاع الكاونتر بتاع الميزان. صحيح. اللي هو بيديك الرقم المقعد بتاعك، بيديك البوردنج التاج بتاع الشنط بيظبطه. عندك تاني الموظف ذاته اللي بيكون مسؤول من الشنط دي لحد ما تترفع في الطياره. أيوة. في تاني بينزل لك وكده. ايوه بتاع. في موظف الحركه اللي هو مسؤول من الـ من الـ 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 الباركينج، في حته الباركينج بتاعت الطياره اللي هو بيقدم فاسيلتيز
بيقدم تسهيلات تانية في إنه يعني يكون متابع إدارياً السلسلة بتاعت الحاجات يعني. أيوة الراكب من ما طلع العفش بتاعه ويصل إذا عنده تاني أي تفاصيل تانية يعني في الطيارة هناك هو بيكون متابع لها. المهندس برضو بيكون موجود على أساس إنه هو يكون لغاية ما الطيارة دي تقلع هو يكون أوير بإنه عارف الحاصل شنو والطيارة ستيل لغاية ما أقلعت هي سيف خالص. بتاع العمليات ده هو الدينامو المحرك للناس دي كلهم. بيشيك أيوه السكيورتي تعال. هل في سيستم معين مثلا عبر الحاسوب بتعاملوا به ولا في أوردرات مباشرة؟ لا في العادة يعني ما أنت عارف أنت شغال في شركة طيران عارف مثلا سير الليلة الأحد عارف إنه عندك جدول عندك الليلة رحلة عندك جدة عندك الرياض عندك تاني جوع عندك فبتكون عارف مواعيد رحلاتك 200 أيوة هي مجدول عارف مواعيدها المفروض تقلع منها 200 أنت عارف بتكون إنك أنت قبل الطيارة دي ما تقلع أنت المفروض تبدأ مهامك فيها قبل تبدأ الساعة كم أيوة يعني أنا مثلا يعني ضابط عمليات جوية عندي رحلة الساعة 7 المفروض أكون قاعد من الساعة كم؟ الحاجة دي بتعتمد على حسب اللوائح والقوانين السياسات الشركة اللي احنا شغالين بها لكن في العادة هو مفترض قبل 3 ساعات انت تكون بديت تجهز في الرحلة دي إلى أن تقلع لغاية ما تتأخر مرات على فكرة متابع. تحصل حاجة كده فجأة تقوم انت ذاتك مفروض تكون موجود عشان تتفادى التأخير اللي بيحصل التأخير بيخسرك الزمن في الحتة اللي انت ماشي لها بالإضافة لأنه بخسرك خصوصا زي كونكشن في حتة ما يعني برضو أيوة حتبدل الطيارة الطيارة تمشي يعني أيوة طبعا للتأخير ده ممكن في تبعات تانية له ممكن مالية. يعني أي تكون سيئة جدا للشركة طيب خلينا نتعرف على عملية النقل الجوي عبرك يعني أنا بعرف إنه في نقل جوي في نقل اللي بيكون فيه ده متعلق طبعا بالوزن صح غالبا ما فهمت عليك معلش النقل الجوي عملية أيوة. النقل الجوي هل ده برضو بيكون خاص في المجال بتاع العمليات الجوية طيب ولا انت منفصل تماما طيب أنت قصدك إنه يعني نقل غير ركاب مثلا أي طيب ده هنا عندنا اسمه الشحن الجوي او الشحن الجوي ايوه بيكون الكاربو تقريبا تحديدا يعني في طيران متخصص بس بضائع هو ما بينقل ركاب الطياره موجوده لكن بتكون بس متخصصه عليها انها هي تشيل لي بضائع لكن ما بتنقل لي ركاب في طيران ثاني بيكون متخصص في انه يشيل يعني ينقل ركاب وفي نفس الوقت ينقل بضائع مع بعض ضابط العمليات الجويه ده المفروض يكون موجود في أي طيارة قائمة مفروض يكون قاعد موجود أي يعني أي شركة طيران مفترض يكون فيها موجود ده قسم أساسي شديد حتى عنده التوقيع بتاعه مهم شديد لسلطة الطيران المدني في المنطقة في البلد المعين من خلاله بيديك ريليز يعني بيدي التفويض في إنه الطيارة دي بعدها ممكن تقلع هي كويس شديد ما عندها مشكلة موزونة كويس شديد كده طيب احنا عندنا طبعا اخطر عمليتين بتتم في السفر او في ركوب الطيارات الاقلاع والهبوط وهل في فكره انه في شروط لكل دوله يعني ولا شروط واحده للاقلاع والهبوط الزمن عامل الزمن ده اهم حاجه مفترض تقلع من الحته اللي انت ماشي فيها في زمن معين لانك انت المفروض تصل للوجهه اللي انت ماشي ليها مثلا في ساعتين لا. فانت لازم تضبط الزمن عندك على اساس انك انت تنزل هناك في ساعتين في بعض الدول عندهم يعني لوائح معينه وقوانين معينه وبعدك بيكون فيها ايوه يعني مثلا انت اذا ما جيت نازل الساعه 7 جيت نازل 7 وربع مثلا انا من 7 وربع حبدا اطبق فيك غرامات ليه لانه دائما المطارات البرة ما انت بتجي بتبركن في المكان ده انا اذا جيت بركنت في الحته دي المفروض انا ادفع قروش فهي دي قروش داخله للمطار فانت اذا هتقعد يعني تاخذ لي زمن طويل شديد في الحته دي في حين انك انت المفروض تطلع لي في ساعه انت جيت نزلت المفروض في ساعه بس ترجع الحته اللي انت جيت منها او تقلع في ساعه المفروض يكون الباركينج ده مشغول هنا فبيطبقوا يعني قوانين يعني في شروط في النهايه ايوه في إن طيب هبوط ممكن يكون اضطراري ومن كلمة اضطراري ده يبقى انه ما عنده شروط يلا الحاجة دي حتى يعني عالميا
في يعني مش معالجات، لكن العملية ذاتها بتاعت الهبوط الاضطراري دي بيكون في مثلا إميرجنسي، حصل أي حاجة أيوة. فحتى بيكون في أي وقت أنت ممكن تنزل، ومن المفترض المطار اللي أنت اتصلت عليه وقلت له إن أنا عندي حالة بتاعت طوارئ يفضل لك يجهز لك المسارات، يجهز لك المطار يفضل لك خالص على اساس انه انا انا حقفله هسه لانه انا عندي حاله بتاعت ايمرجنسي نازله. فدي من الحاجات العالمين كل الناس كل السلطات الطيران المدني متفقه عليها بياض وطريقه في قوانين عندها مواصفات يعني ايوه في يلا في حته ثانيه لانها بدون سابق انذار يعني أيوة. فجاه في مؤسسه هي اللي بتلزم كل الدول الموجودة في إنها هي تتعامل بقوانين معينة. منظمة الطيران الدولي. الطيران المدني الدولي. فهي عندها اتفاقيات بينها وبين الدول في إنه الحاجات دي ممكن مفروض يحصل شنو، العمليات المفروض تحصل في الحالة دي مفروض يكون كيف. المطار ذات مفروض يستقبلها بياض طريقة. مفروض تنزل يعني انت ذاتك عشان تتواصل معهم تكون فيها تردد، فيها موجه من الموجات عشان تقوم تتصل عليهم انه انت عندك ايمرجنسي. بعد ذاك العمليات اللي بتفضي بها المطار كيف انك صحيح. انت هتكون مجهز كيف صحيح. ف دي كل يمكن التفاصيل المتعلقه بالهبوط. طيب انا يعني برضو دايره اجي في الحته بتاعت انه يعني كل المؤسسات او كل الوكالات الموجوده، وكالات السفر والسياحه دائما بتحاول تقدم عروض احسن، يعني تحاول يكون في تنافس. هل التنافس ده انا لما كوكاله بتاعت سفر او شركه سفر او زي ما بيقولوا عليها مثلا منظمه طيران، يعني هل الشراكات اللي انا بعملها دي او الاضافات اللي انا بعملها دي ممكن تؤثر على العمليه بتاعت الطيران؟ دي من ناحيه ماديه. طيب دائما الاداره التجاريه او الاداره في الشركه بيحسب حساباته على اساس انه شنو انا قدمت حيجيني عائد افضل بكثير. حتى لو ما كان عائد مادي في نفس اللحظه ممكن يخليني موجود في السوق لفتره اطول. بيكون في يعني عروض. ده بيتطلب مني انه يكون عندي مواصفات عاليه يعني. انا بكون عارف جوده اعلى. ايوه حجم التشغيل بتاعي أيوة. كيف ايوه مرات ممكن انا اقوم اقول لك خلاص انت سافر عبر الطيران بتاعنا وانا اديك مثلا وزن زيادة. صحيح. طيب انت سافر عبر الطيران بتاعنا احنا عاملين له فترة محدودة التذاكر مقللين القيمة بتاعتها. صحيح. دي حاجة بتديك في السوق يعني امباكت كويس شديد في انك انت تكون موجود قاعد مسيطر. بتطرح مسيطر نفسك بتكون زي سوق المنافسة. ايوة. طيب انت تكلمت عن انه العمليات الجوية دي ضباط الموجودين فيها بيكونوا مشرفين على كل التفاصيل الرحلة من وإلى. نعم. ذهاب وعودة حتى يعني. نعم. فبتطلب انه الزول اللي بيكون موجود في المساحه دي او الكادر الموجود في الحته دي انه يكون يعني زول حاضر ومدرب جدا. كلمينا عن مواصفات الموظف للعمليات موظف العمليات الجويه او ضابط العمليات الجويه او الفلايت ديسباتشر على بال ما يقعد ويجي يشتغل الشغل ده بكون مره بكميه من الكورسات. حتى الطيران المدني انا هتكلم عن الطيران المدني السوداني بيديك فتره محدده يعني اقل انت تريننج ايوه بتقرا في الاكاديميات كورسات في كورسات اساسيه جدا اذا انت ما قريتها ما بينديك ما بيدوك شهاده على انك انت ضابط عمليات. السيفتي اهم حاجه فيها بمختلف المواقع. في مواد يعني في حاجات بتجي بعد ذلك بالممارسه طبعا احنا بندرس لكن في النهايه بالممارسه في حاجات تانية ضغط العمل الشغل كيف تقدر تكون صحيح. مركز تكون متابع تماما ما طبيعه الشغل ذاتها بتديك المساحه بتاعت انك انت اساسا يعني مفروض تكون مركز مثلا ل 8 ساعات بعد 8 ساعات مفروض تاخذ راحه كم ساعه عشان تاني تقوم تجي تشتغل تواصل. فالطيران المدني بيديك المساحه اللي انت ممكن تقدر تتحرك يعني. فيها ايوه وتقدر يعني تثقل نفسك بطريقه ممتازه شديد على اساس انك انت تدير الحاجه دي ثاني لقدام. يا سلام. طيب خلينا نتكلم عن المسارات. طبعا كل طيران عنده مسار. يمكن انا عارف انه ده ما في تخصصك لكن يمكن بالخبره برضو الواحد يكون عنده فكره او معلومه عن المسارات بالنسبه للطيران. طيب فكره عامه يعني المسارات قصدك بها
يعني طيارة ماشية غيرة مسارة مثلا. أيوة طيب ده جزء من شغلنا العمليات. دي الحاجة واحدة من الحاجات اللي بيعملها ضابط العمليات في إنه يختار المسار المناسب للطيار لغاية ما تصل. الجو عندنا مقسم ل ممكن تحصل فجأة يعني تغيرات أيوة. في المناخ مثلا. أيوة برضو بيقرا الجهة اللي هو ماشي إليها مما يطلع مثلا إذا افترض من الخرطوم هو ماشي جدة بيشوف الجو من الخرطوم لغاية ما يصل جدة فيه مشكلة. إذا هو قام عمل مطار بإنكاس إنه حصل أي كيس خلاك ما تنزل مطار جدة المفروض يكون عندك مطار بديل تقدر تمشي ليهم. صحيح يكون قريب يعني. أيوة فإنت بتحسب الحاجة دي بالإضافة لإنه بتشوف الويزر كيف الفيول المناسب معاك لغاية ما تصل المطار هناك وحصل مشكلة وبيخليك في السيف سايد لغاية ما تنزل في المطار البديل. المسار المناسب الجو هو قلنا مقسم لمسارات فوق في حتات انت ما مفروض تمر بها لانها هي دي اجواء عسكريه مثلا. نعم. فانت بتختار مما يطلع يصل لغايه نقطه وين وبعد ذاك ثاني يتجه الشرق او غرب او يطلع ارتفاع وين في الحته دي وينزل بعد ما يصل النقطه الحته دي يصل ينزل في اياته ارتفاع لغايه ما يصل مطار جده مثلا. يعني دي برضو هي برضو دايره أيوة. انه الزول يكون منتبه وفيها ترتيب كبير أيوة. جدا. ايوه من البدايه معظم الشركات بيكون فيها زي هو مجلد كبير بيكون فيه كل المسارات اللي في العالم كلها مسارات توضيحية أيوة بيكون مقسمة مثلا بتاع إفريقيا كل الدول اللي في إفريقيا الشرق الأوسط كل الدول في الشرق الأوسط المسارات بتاعات يعني وبتكون مؤبدة يعني كل ما يحصل مثلا فيها نقطة النقطة دي هنا ما شغالة فبيقوم بيدوك بيقول لك إنه مثلا النقطة في الحتة الفلانية دي هي ما شغالة انت من الروت بتاعك ده انت ما تجي مقرب النقطه دي لانه هي مشغل. ايوه بتقوم تحدد مسار ثاني تشتغل به لكن الحاجه دي قول لها قبل ما تطلع الطيارة يعني قبل ما تطلع الطيار انت المفروض تكون حددت المسارات دي ووريت الكابتن جيت وريته انه الجو مثلا في الحته الفلانيه فيه مشكله حتطلع عليها ممكن انا اكون طلعت وحددت مساري واثناء الهبوط او قريب من الهبوط يحصل تغيير في المناخ بتحصل يعني كثير هي ممكن تحصل لكن في قرايات عندنا الارصاد الجوي هو علم برضه كبير شديد صحيح لكن برضه يعني برضه الواحد ما بيقدر يضمر يعني ايوه بيقدر يتنبأ بالحاجات دي بيقدر يتنبأ انه مثلا الليله هي اصلا الدنيا خريف الليله الجو ده هو مغيم ما في مطر نزلت لكن ده مؤشر لانه احتمال تنزل لكن يعني عموما السفر في الخريف وفي كده ما محبذ يعني دائما بيكون في تخوف الاجواء تقلب فجأه تتغير فجأة اي يعني. برضو على حسب المناطق مثلا احنا جوبا عندنا السنة كلها بيكون خريف او المطر لكن جوها ثابت يعني ما متغير لكن في اماكن اخرى ممكن تكون في ضباب ممكن تكون في عواصف ممكن يكون في تغيير يحصل فجأة الطيارة ذاتها مجهزة باجهزة ممكن تخليك يعني ممكن تمشي وتصل الحتة دي وتقدر تنزل في حاجات محددة في إنك أنت متين ممكن تقول لا خلاص ما ينفع فالطيارة دي ما هتنزل هنا في الحتة دي إذا كان مثلا مسار الرؤية لحتة لكم متر معينة ما أنت ما شايف بعد ما واضحة بالنسبة أيوة. لك الطيارة ذاتها بكون فيها يعني على الارتفاعات البسيطة بكون أنت بتعاين بيقولوا طيران بصري وفي طيران بالأجهزة الطيران البصري ده دائما بيكون على ارتفاعات منخفضة شديد بالاجهزه ده الرادار بيكون قاعد بيوريك انه ايوه هدي لا انت عندك هسه في عائق ما بيخليك تقدر تنزل كويس طيب خلينا نجي في الحته بتاعت المدرجات برضو يعني برضو بيكون في مدرج واحد مهيئ لطياره معينه حتنزل في زمن معين وقد يحصل فيه اي شيء يعني يتملي تراب يتملطين تجي مطر فجاه المهم طيب المدرج بيكون برضو بمواصفات معينه بيكون مانع للانزلاق مثلا اذا كان عندنا مطر في مدرجات ما بتستحمل حتى نوع طياره يعني في مدرجات بتستحمل طياره صغيره في مدرجات ثانيه مبنيه على اساس انها تستحمل طيارات اكبر كبيره برضو برجع بقول لك انه الطياره ذاتها مزوده باجهزه ممكن تساعدها في انه في جو الحاجه الوحيده ممكن تكون بالنسبه لها مشكله الرياح هي اللي ممكن تقوم تغير مسار الطيارة هي اللي ممكن تاخذ زمن على بال ما تصل حتى لما تجي بتنزل بتقوم الضباب ممكن بالاجهزه انت ممكن برضو تعرفه ممكن تحدد لكن الرياح دي ما فيها الرياح دي مشكله كبيره ايوه
ممكن تكون مسببة كمية من الحوادث. يعني قبل سنين طويلة شديد يعني كانت في طيارة جاية من بورسودان أو من حتة ما نزلت في بورسودان في طريق خرطوم، وقامت بعد ما جات تنزل غيرت رجعت ما قدرت تنزل في طريق خرطوم، ولسوء الحظ هي وقعت يعني في الآخر. أنا ما متذكرة هي وقعت وين، وأنا بفتكر إنه ده كان برضو عنده علاقة بالرياح. بالرياح مش بال أغلبية مشاكلنا هنا في السودان أو يعني في إفريقيا عموما بتكون سوء الأحوال الجوية، بالإضافة لأن نحن يعني أنا بتذكر في طيران كان عنده مشكلة في العجلات فما قدر ينزل. أيوة فكان مشكلة بالنسبة له. الوقود بتاع الطيارة برضو مرات ممكن شديد يتحرق يعني ممكن. أيوة. إذا المكنة ما زابطة المكنة ما زابطة ده أصلا أنت ما بتطلع منه، ما الطيارة دي أصلا ما هتطلع. طيب ليه الوقود بيتحرق يعني؟ هو الوقود ده مقدر بحي معين؟ أنا قصدي بيتحرق بين شنو؟ في إنك أنت تستهلكه عشان لما تجي نازل ما يقوم يعمل لك انفجار. لما تكون عندك حالة يعني. بتاعت إميرجنسي حالة بتاع أي حالة بتاع الطوارئ المكنة ما كويسة ما بتقدر ما بتتحرك أصلاً ما بتقدر تتحرك أصلاً. ما نستطف منكم يا جماعة. أغلبية الحاجات أنا عرفتها بعد ما جيت احتكيتي. أيوة بعد ما احتكيت بالشغل. طيب خلينا نتكلم عن الكونكشنات، يعني باعتبار إنه الترحيل ده خلال حد الكونكشن، ما أنا ضابط ترحيل هقوم أكون حريص لحد الكونكشن، أنا أكون على صلة بكل الحاجات المتعلقة بالرحلة دي. أيوة انت بتكون متابع للطيارة. طيب مثلا اذا عندنا خط بيمشي الخرطوم جوبا انتبه بجراجع انتبه لجوبا للخرطوم، انت بتكون متابع الطيارة دي ما تطلع من الخرطوم لغاية ما تنزل في جوبا، بتكون عارف ركابك اللي حينزلوا في محطة جوبا كم والركاب اللي حيطلعوا من محطة جوبا عشان يمشوا مثلا انتبه من انتبه حتجي راجع حتشوف من انتبه نزل، بتكون عارف انه ركابك نزلوا كم، بتكون حاسب الفيول بتاع مفروض انها هتفول هناك او ما تفول في انتبه. الويزر هناك في انتبه هل في الزمن اللي حتجي فيه هل هو حيكون مناسب معها او لا، تفاصيل كثيره بتحسب. ايوه فالمتابعه دي واحده من الحاجات الاساسيه عشان تكون عارف طيارتك الحاصل عليها شنو، هل حتقدر تجي تنفذ ذلك الرحله اللي بعديها ولا لا. فبتكون متابع شديد للطيارة. واخيرا كده خلينا نختم باجراءات مهمه هي اجراءات الامن والسلامه، يعني في كل رحله يعني ضروري جدا تكون في اجراءات امن وسلامه، لانه الطياره دي بتحمل اعمار وفئات مختلفه صحيا وعمريا، وممكن يكونوا في ناس مثلا عندهم مشاكل محتاجين للسفره دي عشان يمشوا يعملوا علاج معين، عشان في اطفال برضو محتاجين لتعليم معين وغيره. مساله السلامه مهمه جدا، الامن مهم جدا. الطياره قبل ما اثناء اعدادها بيكون في سيكيورتي مان بيكون موجود بيشيك على الطياره من جوا فيها مشكله فيها حاجه، بيكون متابع مع الركاب. هم بيكونوا مجهزين طبعا، يعني هو ذاته بيكون مر بكميه من الكورسات، بيكون قاري، بيكون عنده خبره في السكيورتي عموما. فالسلامه عامل مهم جدا في مساله الطيران. الراكب مرات في اجراءات احترازيه ممكن تخلي الراكب يكون زهجان شديد من أو يتوتر. الموضوع ده اي، فممكن تقوم يعني يحس انه الموضوع ده شخصي شديد. ايوه لكن لسلامه الراكب ولسلامه الطائر وسلامه الركاب اللي معاه. ايوه بيكون الاجراءات مهمه شديد. فما مفروض يعني الناس شويه تكون مرنه في الحاجات دي، كسقاطه هي ساعتها المفروض تكون منتشره عندنا. في ناس كثيرين يعني احنا بنختم كده، يعني انا طبعا لانه مرات لما اسافر بسمع كلامه طيب. وبكون برضه عندي يعني استفسارات، بقول لك والله يا اخي ما اقعد قدام، انا والله احسن لي اقعد في النص، لا يا اخي انا والله احسن لي اقعد ورا، هل الحياه دي عندها تاثير ولا دي حاجه نفسيه كده عندنا؟ هي 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 حاجه نفسيه طبعا. هو نفس الراكب اللي قدام هو نفس الراكب اللي ورا حيصل في نفس المواعيد، لكن الحاجه دي هي ممكن تكون بالنسبه له مريحه، مثلا انه يكون الناس الذات اللي بيكون عندها فوبيا من ارتفاعات من الطيار عموما، فممكن تكون بالنسبه له سيف كده اذا هم بيك قاعد في النص مع الناس صحيح. كلها موجود. ايوه
صحيح. الطيارة عموما يعني مزودة ومجهزة بوسائل أمان للراكب، لكل الطائرة، أي لكل يعني لكل المواقع في الطائرة. خارج النصح نتكلم عن فكرة السفر عموما، لأي مدى ممكن الواحد بالسفر يقدر يغير أجواء، يقدر يتملي طاقة إيجابية بأنه يشوف مكان جديد حتى لو كان طريق العودة سريع، يعني كيف أنه يقدر يعني يعمل احتكاك وتجربة. أدعم الحتة دي بفكرة أنه الواحد لازم إذا عنده إمكانية يسافر لازم يسافر، لأنه أنا دائما مع السفر طبعا. هو كتغيير ممتاز جدا، يعني تغير جو شوية، تشوف حتات جديدة. صحيح. تجربة طاقة إيجابية. أيوة يعني. تجربة السفر ذاتها في الطيارة، حتى لو يعني أنت ما نزلت الموقع، يعني الحتة اللي أنت ماشي لها الطيارة دي كان بتكون حاجة ممتعة جدا. الارتفاع الطيارة أنت شايف أنت مر ببلدان حبيبي، تشوف من تحت ده جوا الطيارة. لكن برا بيعلمك لغات جديدة. بتتعامل مع ناس ثقافتهم مختلفة تماما عن ثقافتك، بيوسع مداركك في طريقة التعامل في العموم، بيوريك حتات جديدة، بيغير لك جو لغاية زي كانك في إجازة وجيت رجحت تاني لنفس الروتين اللي انت شغال فيه. صحيح. أنا شكرا لك جدا سيد الرزاز إمام، ضابط عمليات الجوية، سعدت بالتجربة، بتمنى لك التوفيق. انت زولة شابة اقتحمتي مجال صعب جدا، بتمنى لك دائما التوفيق ودائما تكوني في تحضير دائما، لأن الحاجات دي فيها علم مواكب أو علم مستحدث، يعني دائما في حداثة في العلم ده، بتمنى لك التوفيق دائما. بشكر شديد أستاذة منى، وإن شاء الله نكون يعني بقينا ضيوف خفيفين على برنامج زلال الأصيل. سعيدة جدا بوجودي معكم كنت، وبشكر القناة، قناة الشروق، وفرصة سعيدة. احنا الأسعد. شكرا لك. شكرا لك. اذا مشاهدينا، كانت الرحلة سريعة ذهاب وعودة، كانت رحلة بين طيات السحاب. يمكن السفر تغنوا له عدد كبير جدا من الفنانين، تسافر كيف تخلينا وشوقنا وذكرى ماضينا، وكيف بعدك بيكون الحال، وكيف تصبح ليالينا. يمكن دي واحدة من الأغنيات الجميلة جدا، وكثير من الأغنيات السودانية وغيرها يمكن تغنوا بها الفنانين وكتبوا لها الشعراء ولحنوها الملحنين.